بسم الله الرحمن الرحيم. في الحلقة دي هنكمل كلام عن الروبي، وهنتكلم عن الهاشيس والميثودز والسيمبلز. طيب خلينا ناخد مثال، ان انا مثلا لو عندي طلبة وعارف درجة كل طالب فيهم، فمثلا عندي احمد عارف ان هو جاب 50، محمود جاب 20، وعلي جاب 80، وعايز احطهم اسجلهم اسيبهم عندي، بحيث بعد كل شويه اقول لك هات لي درجه احمد تجيبها لي، هات لي درجه علي تجيبها لي، هات لي درجه شريف تجيبها لي، وهكذا. الحل التقليدي زمان ان انت كنت هتعمل اتنين اريز، اري فيها اري اوف ستيونز باسماء الطلبه، فمثلا هتكتب علي واحمد وزكي مثلا، اوكي، وتعمل اري تانيه فيها درجاتهم. ماشي. ولو قلت لك هات لي درجة أحمد، هتدور على أحمد في الأري دي لحد ما تلاقي إن هو الإندكس رقم واحد، وتقوم رايح في الأري التانية أوري الإندكس بتاع اللي هو واحد اللي أنت لقيت فيه أحمد، وتعرف درجة أحمد كام. ده الحل التقليدي. بس قال لك لا، طب بدل ما نعمل كده دوت، ودي حاجة بنحتاجها كتير، إن حاجة تماب لحاجة تانية، إن يبقى قدامي اسم قصاده درجته أو أي حاجة قدامها حاجة تانية قصادها. فقال لك خلاص، يبقى نعمل حاجة اسمها هاش. ازاي؟ تعالوا نشوف. هكتب مثلا كده degrees equal، وبتفتح الاقواس دي وتقول له هنا هو جوه الاقواس دي ان علي قصاده 50، واحمد قصاده 60، وزكي قصاده 80. ده معناه ايه؟ اللي قلته ببقك كتبته، قلت ان علي درجته 50، ان احمد درجته 60، ان زكي درجته 80. ده اسمه هاش. التايب ده، الداتا تايب ده اسمه هاش. الكلاس دي اسمها هاش. الهاش دي فيها حاجتين، فيها كي وفيها فاليو. الكي ده المفتاح اللي انت بتخش بيه الهاش، والفاليو القيمه اللي انت بتلاقيها المقابله للكي ده. فبالتالي دلوقتي لو انت عايز تجيب درجه احمد، ممكن تقول له puts degrees، عايز اجيب درجة احمد، يبقى degrees of احمد، كده هيجيب لك درجة احمد. لو قلت له puts degrees of علي، هيجيب لك درجة علي. تعالوا رن ونجرب. لما قلت له degree of احمد جاب لك 60، ولما قلت له degree of علي جاب لك 50. ده اسمه هاش. اللي ما يعرفش الهاش، الهاش تاني كانه array two dimension، كانه، بس هو في الحقيقة مش كده. في كي وفي فاليو، كي وفاليو، كي وفاليو. بتاكسس اي اليمنت جوه الهاش دوت بالكي، ويقوم هو جايب لك الفاليو بتاعته. ممكن اسيت، يعني مثلا عايز اغير درجه احمد بدل ما هي 60 اخليها 70، فاقول له degrees of احمد بتساوي 70. كده انا غيرت الفاليو دي بقت 70. لو جيت عملت دلوقتي puts لdegrees of احمد ورنينا، هتلاقي طلع لك 70. فانت ممكن تست او تغير الفاليو بتاعت اي كي من على الطريق دوت، يبقى بتقراها بكذا وبتستها بكذا. ده الهاش. طيب الهاش موجود في لغات تانية كتير غير الروبي. ايه المختلف في الروبي عن اللغات؟ الهاش في الروبي الكي بتاعه ممكن يكون اي اوبجكت، والفاليو ممكن تكون اي اوبجكت. الكي ممكن يكون سترينج، انتجر، اوبجكت من كلاس، رينج، اي حاجه، والفاليو برضو ممكن تكون اي اوبجكت. فاذا الهاش الكي ده اي حاجه، اي اوبجكت، والفاليو بتاعته تكون برضو اي اوبجكت. مش لازم كل الكيز تكون سترينجز، لا، الكيز ممكن تكون ارقام مثلا، مفيش مشكله. اي اوبجكت هو كي، واي اوبجكت هو فاليو. فلو عندي هاش كده، الكي بتاعه كي 1 سترينج اسمها كي 1 بفاليو 1، كي 2 بفاليو 2، 13 بسترنج اسمها 13. مش لازم الفاليوز كلها تكون سترنجز، ممكن يكون هنا في اي حاجه في الفاليوز، اي اوبجكت برضو. لو عملت بوتس لهاش اوف كي 1 يبقى طبع لي هيطبع لي الفي 1، لو عملت بوتس لهاش اوف 13 يبقى هيطبع لي 13. عملت بوتس لهاش اوف 10، مفيش كي هنا اسمه 10، فساعتها هيطبع نيل اللي هي كانها النول. طيب ده كان الهاش. الميثودز بقى، الميثودز اللي هي الفانكشنز، زي اي فانكشن في اي لغه تانية، بتعرف الفانكشن بتاعتك بس السنتكس بتاعها مختلف شويه. بتعرف الفانكشن، بتقول له في الاول ديف اسم الفانكشن،
اوكي، ما فيش حاجه اسمها ريتيرن تايب، لان ما فيش اصلا داتا تايبس هنا اهوت، فما بتحددش الفانكشن دي بترجع ايه. ممكن تكون بترجع حاجه وممكن ما تكونش بترجع. ديف سي جود نايت، كده انت عملت فانكشن اسمها جود نايت، الفانكشن دي ما بتاخدش بارامترز. طيب الفانكشن دي هتعمل ايه؟ هت ريتيرن سترينج اسمها جود نايت. طيب برضه ريتيرن از ان اوبشن، ممكن تكتب ريتيرن او ممكن ما تكتبش. يعني ممكن تكتب كده ديف سي جود نايت، جود نايت على طول، فساعتها الفانكشن بترجع ايه؟ بترجع اخر سطر اتنفذ في الفانكشن، بترجع اخر سطر اتنفذ في الفانكشن. يعني تعال نجرب، لو جيت هنا عملت ديف سي جود نايت وجيت هنا عملت ريتيرن جود نايت وناديت الفانكشن دي عن طريق نقول له سي جود نايت، رنيت. بس الاول لازم print puts say good night، طبعا good night. طيب لو شلت return ورنيت برضه هيطبع good night. طب لو جيت هنا جوه الفانكشن قلت x بتساوي 10 ماشي، وبعد كده good night، وبعد كده مثلا y بتساوي good evening. احنا اتفقنا ان الفانكشن بتريترن اخر حاجه اتنفذت اللي هي مين؟ اللي هي السطر ده. تعالوا نرن ونجرب شويه هيحصل ايه. طبعا good evening، ليه؟ اخر حاجه اتنفذت ايه؟ واي بتساوي good evening، يبقى عمل ريتيرن للواي دي، لان دي اخر حاجه خالص اتنفذت في الفانكشن، اخر سطر هو ده اللي بيتعمل له ريتيرن في الفانكشن او في الميثود، فساعتها هيبرنت good evening. طيب لو عايز ابعت بارامتر للفانكشن هبعته ازاي؟ هبعت هنا اي، اقول مثلا اقول لك هنا اقول بي، يبقى كده انا باخد بارامتر اسمه بي. اوكي طيب هل حدد التايب بتاعه؟ ما بتحددش تايبس طبعا، علشان زي ما اتفقنا ان الروبي دايناميك لانجوج ما بتحددش التايبس بتاعت الفاريبلز. فلو جيت هنا اهوت قلت ريتيرن بي في 10 وجيت هنا بعت 3 مثلا، قلت هنشيل بقى سطر الاكس ده، كده انا بعت 3 وجوه بقى ريتيرن 3 في 10 يعني كام؟ يعني 30. فساعتها نرن طبعا فعلا 30. طيب لو شلت ريتيرن رنيت برضه هيطبع 30، لان اخر حاجه اتعمل لها ايفالويشن هي اللي بتعمل لها ريتيرن. اوكي طيب لو بعت سترينج اي بي مثلا ورنيت رجع لك اي بي 10 مرات، زي ما شفنا قبل كده انا ممكن اضرب سترينج في انتجر، ساعتها بيتكرر السترينج ديت عدد المرات دي زي ما شفنا في حلقه فاتت. اذا انا ممكن ابعت اي حاجه والتايب الفاريبل هنا بيجي بيخش فيه الحاجه اللي انا بعتها وبيشتغل الكود بتاعي عادي. طيب يبقى اذا انا ممكن ريتيرن بايدي او ما اكتبش ريتيرن، ساعتها اخر سطر هو اللي هيتعمل له ريتيرن للفانكشن. ولو عايز ابعت بارامتر ببعت هنا بارامتر بالطريقه دي. ده مثال، مثلا كان بيكتب تبعت له اسم الراجل اللي انت عايز تقول له جود نايت، سميها مثلا سي جود نايت تو فلان الفلاني، فبيكتب جود نايت فلان الفلاني بس كتب نيم دوت كابيتالايز. ايه كابيتالايز ديت؟ دي فانكشن ميثود متعرفه جوه كلاس سترينج بتخلي اول حرف في السترينج كابيتال. طيب تعالوا ناخد مثال تاني. لو جيت هنا مثلا عايز اعمل فانكشن بتشوف هل الرقم المبعوث ايفن ولا مش ايفن، هقول له ديف ديفاين فانكشن اسمها ايفن بتاخد رقم اكس. الفانكشن دي بتعمل ايه؟ بترجع ريتيرن اكس مودولس 2 ايكوال 0. والله لو كانت x مودولس 2 ب 0 يبقى ساعتها هو even. لو جيت ناديت على الفانكشن دي وبعت لها 100 عملت puts للكلام ده طبع لي true، بعت 101 ورنيت طبع لي false. طيب وبما ان ال return ده optional فانا ممكن اكتب return او ما اكتبهاش. لو شلت ال return ورنيت برضه هيشتغل. طيب الفانكشن دي بترجع ايه؟ بترجع بولين يا ترو يا فولس. فالكونفنشن بتاع روبي ان انت
لو في فانكشن بترجع بوليان بيسموها بريديكت، وفي حالة البريديكت بيقول لك يفضل ان انت اسم الفانكشن يكون اخرها question mark، علامة استفهام، بحيث اللي يستخدمها يقول even، هل هي even، هل المية واحد ده even. فلو حد قرا الكود بتاعك هيفهم ان الفانكشن even ديت بترجع، هترجع بوليان يا true يا false. فده بس فور كونفنشن، يعني مفيش حاجه بتجبرك على كده، انت ممكن تعرفها ايفن من غير علامه استفهام زي ما كان حاصل من شويه، بس يفضل ان انت تحط علامه استفهام بحيث الكود بتاعك يبقى مور ريدبل. طيب بس انت لو حطيت علامه الاستفهام يبقى لازم تناديها بعلامه استفهام، يعني لو شلت دي كده مش هيشتغل لو انت حاطط هنا علامه الاستفهام، لان اصبح اسم الفانكشن ايفن كويشن مارك، هو ده اسم الفانكشن على بعضه. اوكي طيب تعالوا ناخد مثال تاني. لو انا عايز اعمل اد لرقمين، فعملت فانكشن اسمها اد بتاخد اكس وواي، بتعمل ايه؟ بترجع اكس بلس بلس واي، عشان انادي عليها هنقول اد 5 و10، ساعتها الخمسة هتخش في الاكس والعشرة تخش في الواي، وممكن برضو الفانكشن يناديها بالاقواس زي ما احنا عارفين، يبقى ممكن نقول له اد افتح قوس 5 و10. طيب لو عايز اعمل فانكشن او ميثود بتاخد الارقام، بس ممكن تاخد اكتر من رقمين، يعني ممكن تاخد 3 ارقام 4 ارقام، ممكن تاخد اكبر من رقمين، فساعتها هتعرف ميثود اسمها اد بتاخد رقم 2 3 اكس 3 اكس 4 اكس 5 اكس 6. وهنا في ديفولت بارامترز برضه، في لانجوج كان بيبقى فيها موضوع الديفولت بارامترز دوت، ان انت بتقول ان اكس 3 لو مبعوثه ماشي خد الفاليو المبعوثه، مش مبعوثه خلي الاكس 3 بزيرو. طيب تعالوا نشوف مثال. لو انا ناديت عملت اد لواحد واتنين، ناديت على اد وبعت لها واحد واتنين، الاكس واحد بقت بكام؟ بواحد، والاكس اتنين بقت باتنين. طب والاكس تلاته؟ مفيش بارامتر مبعوث للاكس تلاته، ولا الاكس اربعه ولا الاكس خمسه ولا الاكس سته، يبقى هياخدوا الديفولت فاليوز بتاعتهم اللي هي اصفار كلها. فلما تخش جوه الفانكشن هتجمع اكس واحد واتنين وتلاته واربعه وخمسه وسته، كل دولت بصفار، يبقى هتجمع اكس واحد واكس اتنين اللي هي بواحد واتنين. طب لو ناديت اد وبعت لها 4 و5 و6، يبقى الاكس 1 ب 4، الاكس 2 ب 5، الاكس 3 ب 6، الاكس 3 خدت 6 ما خدتش الزيرو لان مبعوت لها 6، والباقيين مش مبعوتين فهتاخد اصفار، يبقى ساعتها هتجمع الثلاث ارقام دولت والباقيين بصفار، هتجمع اصفار. طب لو بعت 4 بارامترز نفس القصه، هيبقى الاكس 3 ب 11 والاكس 4 ب 14 والباقيين بصفار. يبقى الفانكشن دي بتجمع ارقام رقمين او اكتر لحد 6 ارقام. طب لو بعت 7 ارقام، لا ما ينفعش ساعتها، انا بقول ان هنا الفانكشن دي بتاخد لحد 6 ارقام بس. طيب لو عايز اعمل فانكشن، الفانكشن دي بتاخد عدد متغير من البارامترز، يعني زي الحاله بتاعتي دي كده، ممكن يبقى اكتر من 6 ارقام، ممكن يبقوا عدد متغير انا ما اعرفش اخرهم كام. ازاي ممكن ده يحصل في الروبي؟ ممكن في الروبي تبعت variable length arguments، ممكن تبعت عدد من parameters مختلف انت مش عارف عددهم كام، مفتوح. ازاي؟ بتعرف function، بتعمل def add، بتقول واخد x1، يبقى كده هي في اول parameter هتحطه في x1. طب وبقيه البارامترز؟ بقيه البارامترز هتحطه في array اسمها vars. اوكي بتحط قبل منها الستار، الستار دي معناها ايه؟ ان هنا في variable length arguments مبعوث. جوه هنا عملنا ايه؟ عملنا لوب بنجمع الارقام، الفارز دي عباره عن اري، فانا اخدت اول حاجه الصم باكس واحد ولفيت على الفارز الاري ديت وقعدت اجمع فاريبلز اوف اي لحد ما في الاخر برجع الصم. طيب لما اجي بقى انادي اد هقول له اد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و10، الواحد ده هيخش في الاكس 1 ومن اول 2 لحد 10 هيجوا في الاري اللي اسمها فارز. طب لو بعت 1 و2 و3 بس، يبقى الواحد هيخش في الاكس 1 والاثنين والثلاثه هيخشوا في الفارز وهكذا. يبقى اصبحت دلوقتي تي ديفاين فانكشن، الفانكشن ديت بتاخد عدد متغير من البارامترز، مش لازم تبقى عارف عدد البارامترز اللي مبعوثه بالظبط كام. ازاي؟ عن طريق ان انت بتكتب ستار اسم فاريبل وبقيه الفاريبلز اللي مبعوثه كلها بتيجي في الاري اللي اسمها فارز ديت. طيب بس بشرط ان لازم يكون ستار فارز دي هي اخر حاجه مكتوبه في الديفينيشن بتاع الفانكشن، يعني ما ينفعش اجي بعد ستار فارز واعمل كوما اكس 2، لا ما ينفعش، لازم تكون دي اخر حاجه في البارامترز المبعوث. يبقى اذا شفنا ان الفانكشنز او الميثودز في الروبي بتتكتب عن طريق ديف
بتكتب اسم الفانكشن، ولو عايز تاخد بارامترز بتكتب البارامترز اللي هي بتاخدها. في ديفولت بارامترز، ممكن variable length arguments تبعت للميثود عن طريق الستور فيرس.